أنا اسمي ديما بواب، أنا بغني أوبرا، مقيمة بلندن بس أردنية الأصل، من أصل فلسطيني كمان. درست أوبرا ومسرح بالمعهد العالي في باريس. حاليا هلا أنا بجولة عالمية بمسرحية الغنائية تبعت موتسارت اللي اسمها The Magic Flute. أنا بلشت الموسيقى من وأنا 4 سنين، بعزف بيانو، بعدين بلشت رأس الباليه كمان 3.5 سنين، 4 سنين. فكل حياتي كنت بالميوزيك الكلاسيكية، العربي إجا بعدين، يعني جربت شوي بس تخصصت بالكلاسيكي طبعا. والغناء إجا وأنا تقريبا 15 سنة بمسرحية مدرسية، عملت West Side Story، لعبت دور أنيتا، وبس خلصت المسرحية كنت عارفة إنه حياتي بدها تروح بالمسرح. حياتنا يعني بتبلش إنه الصبح منقوم منروح على المسرح، 7 ساعات تمرين، كتير لأنه عم نشتغل مع مدير مسرحي، عنا كتير physical exercises. المشاريع اللي سويتها بأوروبا أو بالخارج يعني كلها تجارب حلوة، بس بضل عندي أحلى التجارب اللي بسويها لما أرجع على البلد، بتعرف على فنانين محلياً، نجرب من خلال الأوبرا ندخله بمشاريع عربية مثلاً، ليش ما نعمل مشروع بالعربي بس بنفس الوقت يكون فيه غناء. إنه بالنسبة إلي هلأ بهاي المرحلة بعتبر إنه هدول من أحلى التجارب. طبيعة صوتي من ظهور حجمي بلعب كتير أدوار مثلاً الـ young female roles بالمسرحيات، فإنه بضل ملائم لا شكلي كمان، ما بلعب الأدوار الدرامية. لعبت دور ولد صغير بأوبرا، هذا من بدي أحكي بمرحلتي هلأ من أهم الأدوار اللي لعبتهم، لأنه مع قائد أوركسترا إنجليزي كتير مشهور سير جون إليوت غاردنر، وكانت الأوبرا عملناها بمسرح بباريس الأوبرا هاوس اسمها أوبرا كوميك، محل ما انكتبت هاي الأوبرا لهذا المسرح. إذا بقدر أعطي نصيحة لأي إنسان بده يكمل، أنا رح أحكي عن بالميوزيك وبالمسرح، بس أظن هذا بينطبق لأي أي شغل أي حدا بده يسويه، هو الانتظام. بحب إنه أتخيل إنه من هون لخمس سنين لساتني عمالي بغني على المسرح، وبعدين لا بعدين هلأ ممكن أتقاعد أز معلمة غنى، أو أنا بحب أتخيل حالي إذا إنه قدرت ألعب على مسارح عالمية كفاية إنه أقدر أنا بالمستقبل أخرج مسرحيات، إن كانت أوبرا أو مسرحية، يعني بحب أتخيل حالي مخرج. Hi, my name is Dima Bawab. You're watching Creative Lab. Join the community.